هلا انا رايح على غرفة يمان، مكان بتمرن فيه على طول. هالغرفة صغيرة. مرحبا يمان. مرحبا بابا، كيفك حبيبي؟ الحمد لله. عشو عم تتمرن؟ بتمرن على غنية اسمها غالي الدهب. برافو عليك. لمين؟ ست فيروز. ست فيروز. حبيبي اعطينا هيك فكرة عنك، اعطينا عرفهم عنك للناس. مرحبا، انا اسمي يمان على جركس من سوريا حلب، عمري 6 سنين. كمان انا بدي اقول نحن اطفال سوريا في هالظروف الصعبه رح نستمر في دراستنا، في هالحرب الصعبه رح نستمر في دراستنا الاساسيه، في دراستنا الموسيقيه. برافو عليك، ان شاء الله هيك يكون لك مستقبل حلو، وان شاء الله نقدر ننمي لك موهبتك. باجتهادك يا بابا رح تقدر توصل ان شاء الله. يلا سمعون. أول شي رح أقولكن يا نوتة وبعدين رح أقولكن يا غنية. برافو عليك. يلا نحن بإمكانياتنا، حسب إمكانياتنا عم ندرس هذا الصبي، وإن شاء الله يكون عند حسن ظنكم. شكرا لمتابعتكم جميعا. يلا يا بابا. برافو يا مان. كتر ما بحبها اكثر شيء غنية اكثر من طب. كمان نسيت اقول لكم شغله، لا تنسوا تتابعونا على اليوتيوب على اسم علي جركس، وتعملوا اشتراك وتشبوا الفيديو واعملوا لايك. برافو. يلا سمعون يا غنية، بدها تغني؟ ايه. يلا حبيبي. Yeah.
برافو. انا هلا قلت لكم اياها نوطه وغنيه، وكمان كرمال ما تنسوا لاقلكم اياها مره ثانيه. انا اسمي يمان على جركس من سوريا حلب، عمري 6 سنين. كمان وكمان نحن انا دا اقول كمان كلمه، نحن اطفال سوريا، اطفال سوريا مهما كانت الظروف صعبه وكان حرب صعبه رح نستمر في دراستنا الاساسيه، في دراستنا الموسيقيه. وشكرا لكم جميعا وشكرا لاهتمامكم. تابعونا على اليوتيوب على اسماء لجركس وتعملوا اشتراك، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. انا بحبكم كثير، تصبحوا الف خير. باي.